مثلا هنا عندنا نقطة محذوفة، وعندنا هنا التعليل المحذوف من الحرف الذي سوف نفعل، إذن سوف أضغط الأخضر للحفاظ عليه. النقطة أريدها وأريد هذا الجزء من الحرف. نعم، المقالي سوف أقوم بحذفه. إذن هذا هو الحرف، ثم أضغط على هذه العلامة الموافقة وأنصره. إذن هذا هو الحرف جدا كما تلاحظون. نفس الشيء الصور الشخصية وأي صور نريد إضافتها وتغيير خلفيتها على نفس الطريقة. ضغطتين على الصورة ثم سيبخيم إلى غيابنا، يعطيني هو الاختيار، يعني أحسن طريقة لطرف البرامج لمسح الصورة الخلفية. ثم أنا كنزيد إضافة، كنختار الأشياء التي يجب مسحها أيضا. موافق، وكما كتلاحظوا الآن في الخلفية تم حذفها. بالتوفيق للجميع إن شاء الله.